تباع انت وياه وياه وبتبلغوا امكم انتوا ناس اهبش وانا صاهرتكم لاني شفيت عليكم وبدي احل لكم قصه البيت يلي ابوكم السكير باعني اياه وضوع مصاري على القمار بتبلغوا امكم اذا ما بتدفعوا لي المصاري راح كبكم برات البيت ونشأت راح لاقي راح الاقي وراح اقول عن ابو ابوه على ابو امه وامينه امينه راح امص من دمها وانتم معكم مالي شهر يلا نقلعوا من هون رو صلي على اللي بيشفع لها هي امينه اللي عم تحكي عليها قبل ما تكون مرتها اختنا وعرضنا اللي بنعرف كيف نصونها ايوه بس كان الاولى فيك يا قليل الاصل انك تروح تاخذ مرتك براسك بدل ما تبعت زعتر شغيلك يا خدا ولا المصاري عمت على قلبها وما عاد خلتك تشوف قدامها انت بتخرس انت واخواتك لتجيبوا نشأة وامينة والبيت معكم مهلة شهر يا اهل له نشأة نحن بنعرف كيف نجيبه ونشرب من دمه كمان بس يكون بعلمها بيت رسلان اللي بنحكى معه هيك لا تبعدي روم عم تتهجم مع لي يا برسلان لك سد بوزك احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك لا 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 خلاص يمشي روح حق البيت راح يوصلك كان هلا بعدين